يدفع الأطفال اليوم ثمنا باهظا من أرواحهم ومعنوياتهم جراء الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على القطاع لهذا الشهر الخامس على التوالي دون أي اعتبار لقوانين دولية أو قرارات أممية أو حتى لهذه القوانين. مباشرة للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب معنا عبر الخط الهاتفي من قطاع غزة بالحكيم محمود أبو هلال، حكيم العناية المركزة للأطفال في مستشفى غزة. حكيم محمود، أهلا ومرحبا بك معنا، يعطيك العافية، بتمنى أنك تكوني بخير. أهلا وسهلا فيك أختي، ويسعد مساكم جميعا إن شاء الله، ونسأل الله السلام لأبناء شعبنا جميعا في الضفة وغزة أيضا. نتمنى ذلك. يعني حكيم محمود، نتحدث اليوم عن تواجدك في القسم الوحيد الذي يخدم الأطفال في هذه المنطقة. من مكان تواجدك، كيف بإمكانك أن ترصد لنا المشهد وتصوره من خلال تواجدك وأيضا تعاملك بشكل يومي مع الأطفال؟ صحيح، أولا دعيني أذكر السادة المستمعين أن قسم عناية مركز الأطفال الآن أصبح هو قسم عناية مركز الأطفال الوحيد العامل في مستوى جميع قطاع غزة، حيث كان سابقا يعمل 6 أقسام عنايات مركز الأطفال في جميع مستشفيات قطاع غزة، بما فيها مستشفى النصر ومستشفى الضرة ومستشفى كمال عدوان ومستشفى الرنتيسي ومستشفى ناصر ومستشفى الأوروبي. أود أعلمكم أن جميع المستشفيات السابق ذكرها 5 مستشفيات منها خرجت عن الخدمة الميدانية، فلم يتبقى سوى مستشفى الغزة الأوروبي الوحيد العامل يوجد لديه قسم عناية مركز الأطفال. بداية كان سابقا قسم عناية مركز الأطفال لدينا سعة 4 أسرة، مع حدوث الحرب على غزة تم توسعة القسم من 4 أسرة عناية أطفال إلى 7 أسرة عناية أطفال. طبعا هذا الأمر مع حدوث الحرب الضارية لدينا 7 أسرة أصبحت أيضا غير كافية، في حين أننا أصبحنا القسم الوحيد المغذي لجميع قطاع غزة، مع صعوبة وصول المرضى من المناطق الشمالية أو حتى المناطق الوسطى، والمكان المدخول بالذكر أيضا المناطق الجنوبية مثل منطقة خان يونس. المعاناة التي نعانيها في قسم عناية مركز الأطفال كانت في بداية الحرب معاناة شديدة جدا، مما يأتي لنا من إصابات الأطفال، وربما كنا نتعرض دائما لوجود إصابات أطفال، منهم من يتعرض إلى بتر، أطفال بعمر 4 سنوات والخمس سنوات وأعمار أخرى لعنة بتر الأطراف. فلك أن تخيل هذا المشهد القاسي، أطفال كانوا يعانون من حروق شديدة نتيجة الأسلحة النارية التي تم استخدامها، أسلحة من طيران 16، أسلحة من قذائف مدفعية كانت تؤثر سلبا على الأطفال، حتى حيث كان النواتج سلبية، كان يوجد ارتفاع في عدد الشهداء. حاليا بوضع الأطفال مع وضع النزوح في المنطقة الجنوبية والكثافة السكانية بما فيهم الأطفال الذين يأتون إلينا، أغلبهم يعانون من أمراض معدية. الأمراض المعدية الآن متعارف عليها مثل التهابات رئوية، التهابات الشعب الهوائية، النزلات المعوية، وظهر أيضا التهابات الفيروسية التي تخص الكبد الوبائي من نوع A، ما بالإضافة إلى أيضا الأمراض الجلدية. سابقا من خلال ملاحظنا ما بين مفارقة الحالات ما قبل أحداث 7 أكتوبر وبعد ذلك، كان يوجد الأهل سهولة للوصول إلى المستشفيات، سهولة في المتابعة وعلاج أبنائهم، ولكن الآن الملاحظ الحالات تأتي لدينا تعاني من حالة إعياء شديد جدا، سواء كانت أمراض رئوية أو أمراض عضوية أخرى. في هذه الحالة عندما يأتينا الأطفال، وكلنا نعلم أن الأطفال يعانون من مناعة منخفضة نوعا ما عن كبار السن، صحيح، في هذه الحالة يوجد حالة الاستخراج عند الأطفال تكون نتائج سلبية جدا. نحن نعلم أن جميعنا في المنطقة الجنوبية حالة النزوح في المدارس بالآلاف، حتى بمستشفى غزة الأوروبي لا يخفى عليكم أنه يوجد فوق 20,000 نازح منذ 7 أكتوبر حتى اللحظة، يوجد في حالات أقسام الأطفال ما يقارب حالات الدخول فوق 1,100 حالة طفل. طبعا منطقة مستشفى غزة الأوروبي هي تابعة لمنطقة البخاري، وهي ليس بعيدا عن الاستهدافات، ربما يوميا يتعرض محيط المستشفى إلى القصف،
والأحزمة النارية، صحيح. وربما نعاني من وصول الأهالي إلى المستشفيات للعلاج، تلقي العلاج لأبنائهم. دعيني أوضح أيضا صعوبة التواصل ما بين الطاقم الطبي وما بين الأهالي نتيجة قطع الإرسال، نتيجة قطع الاتصالات. وأود أيضا أضيف بالذكر أن يوجد لدينا في مستشفيات مستشفى غزة الأوروبي، وبالأخص أقسام الأطفال وعناية مركز الأطفال، من قلة الإمكانات وقلة العلاجات. نحن نسمع الإعلام يوصل مساعدات ويوصل معدات وأدوات، ولكن الذي يأتي لنا يكاد ألا يذكر في حالة النقص الشديد الذي نعاني منه. نقص المستلزمات الطبية وأيضا نقص المستلزمات اللوجستية والاستراتيجية. الأطفال المدخلين لأقسام العناية المركز أطفال بحاجة إلى رعاية تامة من قبل الطواقم الطبية والطواقم التمريضية والطواقم العاملة. على سبيل الذكر، ما نعانيه الآن الأطفال بحاجة إلى حليب الأطفال أصبح غير متوفر. عزكم الله، بمبرز الأطفال أصبح غير متوفر. العلاجات المضادة للبكتيريا والعلاجات المضادة للفيروسات، حتى التباخير تكاد أن تكون منقطعة. هذا كله يؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية. حكيم محمود، تفضل. نعم، يعني أعتذر عن المقاطعة، لكن سنتحدث بالتفصيل عن ذلك، يعني إن وسعنا هذا الوقت. يعني اسمح لي أن أتحدث عن المساعدات التي تصلكم غزة اليوم بدون أدوية، وهذا معروف ولا كذب في هذا الموضوع. من لم يقتله آلة الحرب الإسرائيلية اليوم يقتل من الجوع، ويقتل أيضا نتيجة الأمراض والأوبئة المنتشرة في قطاع غزة، خاصة بين النازحين وخاصة بين الأطفال التي تحدثت عنهم قبل قليل. هناك لا يوجد أي مستلزمات للعلاج اليوم في ظل هذه الأوضاع الكارثية وعدم وجود هذه العلاجات والمساعدات والأدوية الطبية التي تحتاجونها. كيف تعملون؟ ما الذي تقدمونه اليوم أنتم في داخل هذا المستشفى للأطفال؟ نحن بالرغم من قلة الإمكانات وقلة العلاجات المتوفرة لدينا، نعمل بكل قدر وجهد جهيد على أن نوفر الخدمة الطبية بقدر المستطاع بأقل الإمكانات. نبذل جهدنا إلى أن نبدع في عملنا ونعمل ما يمكن العمل به، ولكن هذا حالنا لا يخفى عليكم ولا يخفى على العالم أجمع. حتى وإن تم تقديم المناشدات، أصبحت المناشدات لا تغيث. الوضع يكاد أن يكون كارثي، الوضع يكاد أن يكون سيء وسلبي. تم مناشدة الجهات المعنية، تم مناشدة الدول، تم مناشدة الصليب، تم مناشدة الهلال الأحمر، ولكن أعيد بالذكر أن ما يصل ليس يلبي الحاجات ولا يلبي الاحتياجات. بالتأكيد هذا إن وصل أصلا، وإن وصلتكم هذه المعدات والمستلزمات، يعني ما يصل، وحسب ما نستمع أيضا من الأطباء في قطاع غزة أن المستلزمات الطبية البسيطة التي تصل، بل أنتم اليوم بحاجة إلى مستلزمات طبية أكثر تعقيدا لمساعدة هؤلاء الآلاف من الجرحى والمرضى أيضا. من هنا سؤالي حكيم محمود، يعني الأجهزة المتوفرة لديكم اليوم في قسم الأطفال على وجه التحديد، ما هي؟ كيف تعمل أيضا في ظل انقطاع الكهرباء، وأيضا في ظل يعني هناك مناشدات حثيثة بنفاذ هذا الوقود لربما في الأيام القادمة؟ يعني نتحدث عن كارثة ذلك. صحيح، قسم عنايات المركزة وعناية مركز الأطفال يعتمد درجة أولى على أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة المراقبة للعلامات الحيوية وأجهزة المركزية. أود أن أوضح لك أن قسم العناية مركز الأطفال أصبح بلا تدفئة لقلة وجود الوقود أو قلة الإمكانات لتوفير التدفئة للأطفال. جميعنا يعلم برودة الجو وحرارة الأطفال التي تنزل وتكون ربما أقل تحت مستوى 35 درجة سلسيوس عند الأطفال، وهذا أصبح غير معقول لعدم وجود التدفئة. ولكن كنا سابقا نشتغل على اجهزة اليو بي اس، على الطاقة الشمسية، صحيح. ولكن كمية الضغط مع وجود النازحين وكمية استهلاك الكهرباء وقلة توفر الوقود أدى إلى تقليص بعض الخدمات. يعني الآن لو أصبح يوجد لدي عطل على جهاز التنفس الاصطناعي أو جهاز المراقبة الحيوية، الجهاز لا يوجد بديل عنه، لا يوجد شيء ينوب بالنيابة عنه لعدم وجود إمكانات أو عدم توفر الدعم اللازم. هل فقدتم كل جهاز أطفال؟ يتم فقدانه
لا يوجد بديل عنه. هل فقدتم أطفال نتيجة يعني الافتقار لهذه المستلزمات الطبية التي تحتاجونها، أو حتى عند انقطاع الكهرباء في هذا القسم أم ماذا؟ بالنسبة لانقطاع الكهرباء، يعني أود أن أذكر لكم أن انقطاع الكهرباء يكون أن يكون الفصل مدة دقائق ويعود أها. مرة أخرى، مثل ما الجهاز الاصطناعي عندما يتم فصله بسبب الكهرباء يتم الاعتماد عليه بطريقة التنفيخ بواسطة الأنبو كطرق بديلة، ولكن عدم توفر الطواقم وربما يضعنا بكارثة إنسانية أمام ذلك. يفصل الكهرباء، نحن بحاجة لكل ممرض يكون بجانب حالة على جهاز اصطناعي الذي تم فصله لعمل عملية التنفيخ للرئتين بدل الجهاز، فعندما لا يصبح يوجد طاقم فمن الذي سيقوم بذلك؟ أيضا يوجد كمان أيضا معاناة أخرى، قلة الطواقم الطبية. أوقات الطواقم الطبية تعاني من عدم الوصول للمستشفى. هذه المعاناة تكاد أن تكون يوميا. يعني دعيني أقول لك أن أوقات صعوبة التواصل مع الأهالي لإبلاغهم بوضع الصحي لأطفالهم أو لإبلاغهم بحالات استشهاد ابنهم أو حالات وفاة أخرى بسبب توقف الاتصال، نعاني أيضا في ذلك حتى في تبليغهم في حالة الوفاة لعدم وجود وسائل تواصل مثل قبل. حكيم محمود، أيضا لربما هناك عشرات الأطفال الذين يحتاجون اليوم للسفر إلى خارج قطاع غزة للعلاج ولإنقاذ أرواحهم. دعنا نتحدث حول ذلك، هل هناك أي من الأطفال تمكنتم من يعني إخراجهم إلى خارج قطاع غزة للعلاج وحتى لإنقاذ أرواح هؤلاء الأطفال؟ هذه النداءات الحثيثة التي تنادون بها يوميا وفي كل دقيقة، ونتحدث اليوم عن أن قطاع غزة هو أخطر مكان للأطفال على وجه الكرة الأرضية، وهذا معروف وهذا ما صرحت به اليونيسف أيضا منذ اليوم الأول لاندلاع هذه الحرب. دعنا نتحدث حول مسألة سفر هؤلاء المرضى وخاصة الأطفال. صحيح، نحن هنا في مستشفى غزة الأوروبي، الأطفال أود أيضا الإيضاح مرة أخرى أن يأتون بحالة عياء شديد جدا، يتم كتابة لهم تحويلات السفر في الخارج، ويوجد مؤسسات تأتي لدعم ذلك الملفات والتحرك بها، ولكن صعوبة الإجراءات تحول من ذلك. أي أن ممكن الطفل المكتوب له التحويلة لا يستطيع الخروج، أو ممكن أن يتوفاه الله دون أن يخرج إلى العلاج لصعوبة الإجراءات، لتأخير في عجلة الإجراءات، وربما تكتب التحويلة ويأتي قرار السفر بعد أيام وربما بعد أسابيع. فنعم، تم فقدان بعض الأطفال نتيجة تأخير التحويلات. صحيح، ومن المؤسف يعني سماع ذلك حكيم محمود. أخيرا اسمح لي أن أتحدث عن الحكايات الإنسانية حول الأطفال، وأنت لربما الأقدر على وصف هذه الصورة والأقدر على رويها أيضا لنا. يعني هناك حكايات كثيرة في كل يوم تسمعونها لهؤلاء الأطفال الذين يفقدون أهاليهم ويفقدون أصدقائهم أيضا ويفقدون أطرافهم نتيجة هذه الحرب الإسرائيلية. صحيح، إحدى المواقف التي مرت علينا وربما هذا الموقف لا ينسى، طفل أتى إلينا من قصف من طيران الحربي في مدينة رفح، كان متواجد في حضن والده، وعندما حدث القصف أتانا الطفل مبتور القدمين من فوق الركبة. طبعا أتانا في حالة مزرية جدا، تم إدخاله للعمليات وتم له عملية ترميم للأطراف، عملية البتر للقدمين. الطفل كان بعمر 4 سنوات. هذا الطفل عندما تم الاستفاقة من التخدير وأجهزة التنفس الاصطناعي كانت والدته بجانبه، فأول سؤال سألها والدته أني أريد ألبس حذاء. يا ماما أنا عاوز ألبس حذاء، وين البوت؟ لابسين البوت. طب كيف البوت بدي أصير ألبسه؟ هذا إحدى المواقف التي ربما تحرك ساكنا عند أصحاب القلوب الضعيفة أو أصحاب القلوب المجحفة، والعديد من المواقف الأخرى من الأطفال الذين يأتون يفقدون أفراد الأسرة من الأب والأم والأخ والأخت وجميع أفراد الأسرة، وتبقى أطفال لوحدهم هم أصحاب الحياة وباقي العائلة مسحت من السجل المدني. هنا توجد المواجهة العظمى، أنت تعمل كطاقم طبي وربما تستغل هذا العمل كطاقم عائلي أيضا واجتماعي ونفسي للأطفال.
المكلومين. فحسبنا الله ونعم الوكيل. بحب أسمع منك رسالة أخيرا حكيم محمود، في ظل هذه الظروف وهذه النداءات الحديثة والمتواصلة، وهذا العالم يعني يرى ما يجري في قطاع غزة وكأنه لا يشاهد ويبقى يعني صامت على كل ما يجري اليوم. أهلنا في قطاع غزة يموتون أمام مرأى العالم، والعدسات أيضا يعني تشاهد موتهم وترصد موتهم أمام كل هذا العالم، لكن هذا العالم لا يحرك ساكنا لنجدة أهلنا في قطاع غزة. رسالتك أولا للشعب الفلسطيني نفسه، ثم رسالتك لكل العالم. رسالتي أولا للشعب الفلسطيني، أعانهم الله على ما ابتلاهم من هذا الابتلاء العظيم. من لم يقتل منهم بنار الطيران ونار المدفعية يقتل بدم بارد من السوء وقلة الحيلة. يكفيهم حالة النزوح وقلة الحيلة التي يعانون منها من مأكل ومن مشرب. يعني لو أحد منكم رأى وضع الخيم والنزوح فيسأل نفسه سؤال بسيط، كيف لهؤلاء الأطفال في هذا البرد الشديد أن يطفئوا بالليل؟ كيف الأهالي يوفرون قوت يومهم؟ هذا لحاله أصبح حالة كل شعب فلسطيني، أو بالأخص كل أفراد قطاع غزة. ما يصبحون عليه هم بنفسه ينسون عليه. أصبح يفكر يوميا بقوت يومه، بعلاج أبنائه، بتوفير ما يلزم من أقل الإمكانات حتى شربة الماء. بينما للعالم الخارجي تم المناشدة على جميع الأطراف، وتم مناشدة الأمم المتحدة والأونروا والصليب الأحمر والهلال الأحمر وكل الدول العربية والإسلامية ولا إسلامية، ولكن لم يحرك ساكنا. هنا الشعب يكلم، هنا الشعب تحت الطيران، هنا الشعب تحت ضراوة الحرب، هنا الشعب يعاني من البرد الشديد، منازل تقطف، يخرجون العائلات بلا مأوى وبلا ملبس وبلا مشرب ولا بلا مأكل. حتى يعني كنا سابقا نقول الموظف يدوب قادر يمشي أمور حياته، اليوم أصبح أغلب الشعب عاطل عن العمل، حتى الموظف الرواتب تكاد تكون معدومة. الجميع هنا يعاني من حالة الفقر المدقع وحالة الجوع. طفل لديك ربما يكون بحاجة إلى ما يأكله وما يشربه، أنت غير قادر على توفير ذلك لهم. تناشد من؟ تناشد الدول. الدول ترى وتسمع يوميا على شاشات التلفاز، وربما يغلقون الأجهزة، وربما أصبحوا القناة التي تبث ما يحدث في غزة إلى قنوات أخرى. صحيح حكيم، أعانكم الله وأمدكم بالصبر والقوة على كل ما تشاهدونه في كل دقيقة نتيجة هذا العدوان الإسرائيلي. حكيم محمود، مني أنا بدي أشكرك على هاي المشاركة وعلى هذا الصوت وعلى هاي المداخلة. شكرا جزيلا لك الحكيم محمود أبو هلال، حكيم العناية المركزة للأطفال في مستشفى غزة. نتمنى لك السلامة دوما أنت وجميع أهلنا في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك.